شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعدا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل. ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تم تخصيص مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي. ورفضت محكمة الاحتلال في أبريل الماضي طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي، ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال الإسرائيلي على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. ينضم إلينا عبر الإنترنت من القدس ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. أهلا بك معنا سيد ناصر، وفي البداية هل لك أن تشرح لنا تفاصيل هذا المشروع والهدف من ورائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة هذا المشروع التهويدي ليس بالجديد، بمعنى أنه ليس وليد هذا الأسبوع، إنما قبل بضعة أسابيع تم الإيعاز من قبل وزير حرب الاحتلال بيني جانتس للإدارة المدنية المسؤولة عن تنفيذ هكذا مخططات تهويدية في الضفة الغربية للبدء بتنفيذ مشروع لتسهيل دخول المستوطنين. هم يقولون يعني كل الداخلين إلى المسجد الإبراهيمي، ولكن هو حقيقة لمنفعة المستوطنين لدخول الحرم المسجد الإبراهيمي في الخليل. المشروع يشمل سيطرة على أراضي وقفية حول المسجد الإبراهيمي، سيطرة على مداخل وطرقات، وسيطرة وأيضا بناء مصعد لصعود الداخلين إلى المسجد الإبراهيمي. هذا المشروع بالتأكيد هو اعتداء على حرمة المكان، هو تغيير في واقع هذا المكان، وقد رفضه الفلسطينيون على أساس أنه تغيير في إرث حضاري اعتبرته اليونسكو منذ بضع سنين على أنه إرث لا يجوز المساس به أو تغيير ملامحه، ولكن الاحتلال الماضي في مخططاته التهويدية بحق هذا الإرث الحضاري، هذا المكان الإسلامي الخالص، وللاستيلاء عليه ولمزيد من التهويد. يذكر أنه منذ بداية العام حتى منتصف الشهر السادس من هذا العام منعت سلطات الاحتلال إقامة الأذان أكثر من 250 مرة خلال هذه الفترة، للدلالة على عمليات التهويد وعمليات السيطرة على حرية العبادة وخرق هذه الحرية للمسلمين في مدينة الخليل. برأيك هل هنالك للدلالة توقيت البدء في هذا المشروع، وكيف يمكن التعاطي مع هكذا محاولات لتهويد القدس وما حولها من مقدسات إسلامية؟ نعم، لا شك أن الاحتلال يسابق الزمن، بمعنى أنه يعيش في فترة ذهبية بالنسبة له، تشرذم فلسطيني، انقسام سياسي فلسطيني واضح، تسابق للدول الخليجية للتطبيع مع الاحتلال، انقسامات في كافة الدول العربية، مشاكل جانبية هنا وهناك، واقع عالمي كله ملتهي ومشغول، سواء بجائحة كورونا أو حتى بعيدا عن قضايا الشرق الأوسط. كل هذه تعتبر بالنسبة للاحتلال يعني فترة ذهبية، يستطيع الاحتلال أن ينفذ سياساته التهويدية في المدينة المقدسة وفي كل فلسطين وفي الخليل كذلك بشكل سريع وبشكل دون أن يجد من يقف له ومن يعني يمنع من ممارسة أو من تنفيذ هذه المخططات. لذلك نرى الاحتلال نعم يقوم بكثير من المخططات التهويدية التي هي بحقيقة الأمر خرق للقانون الدولي، خرق لكل الشرائع الدولية التي صدرت والقرارات الدولية التي صدرت بحق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. نرى الاحتلال نعم
يقوم بكل هذه. يعني أيضا هناك خبر آخر يتحدث عن إيعاز من الصندوق الصهيوني العالمي من أجل مزيد من التهويد في مدينة القدس، ومن أجل رصد أموال لمزيد من التهويد وتسجيل بيوت وعقارات لهذا الصندوق، كما جرى أو كما تحاول سلطات الاحتلال أن تفعل في حي الشيخ جراح. فالقضية نعم، الاحتلال الآن يسابق الزمن، يريد أن يستغل الفرصة، هبت رياحه وهو يستغلها الآن من أجل تهويد الأرض الفلسطينية، من أجل تغيير ملامحها والسيطرة عليها أكثر وأكثر، حتى يستغل الظروف الموجودة على أرض الواقع الآن. سيد ناصر، ما الذي سيترتب عليه سحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنح هذه الصلاحية لما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال، طبقا أيضا لما جاء في هذا المشروع؟ هذا يفتح المجال للإدارة المدنية لمزيد من الاستيلاء بداية على عقارات الفلسطينيين، الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في المنطقة المذكورة، وكذلك مزيد من التخطيط والتحويل من أجل أن يتم تهويدها وتغيير ملامحها. نحن نعي تماما ما يجري في البلدة القديمة من مدينة الخليل، من بداية طرد قهري للسكان، منعهم من التواجد في أماكن سكناهم وفي أماكن عملهم. طرقات كثيرة في البلدة القديمة تم إغلاقها ومنع الفلسطينيين من المرور منها بطريقة عنصرية واضحة، حتى تخلو هذه الطرقات للمستوطنين ليتجولوا بها وليتجهوا نحو المسجد الإبراهيمي. والآن يتم نزع ملكية هذه الأماكن ونزع صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل في مدينة الخليل. هذا العمل لا شك أنه يزيد من وتيرة الاستيطان، يزيد من وتيرة التهويد في مدينة الخليل، ويفسح المجال كما قلت الاستيلاء على العقارات الفلسطينية فيها. شكرا لك سيد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنت معنا عبر الانترنت من القدس. شكرا جزيلا لك.